هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العقدة. سيد محمد، بداية، ما تعليقك على اقتراض البنك الأهلي مليار دولار من الخارج وهو أكبر بنك حكومي في مصر؟ طبعا هو البنك الأهلي الآن يحتاج إلى سيولة نقدية خصوصا من العملات الصعبة، ولعدم توفر ذلك عن طريق البنك المركزي المصري هو يضطر إلى الاقتراض من البنوك العالمية، وطبعا ده مؤشر على ضيق السيولة المالية في السوق المصري. ويعني مع رغم أنها يعني حركة طبيعية للبنوك الكبيرة أنها تقترض من بنوك أخرى عالمية أو محلية، لكن هذه تعتبر خطوة جديدة جدا للبنك الأهلي المصري ولم نتعود عليها من قبل، ومؤشر على ضيق أو صحة وجود العملة الصعبة عن طريق البنك المركزي المصري. طيب، في ذات الموضوع أستاذ محمد، السيسي وافق أيضا على قرضين جديدين بالرغم من ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 88 مليار دولار، إلى أي مدى يمثل ذلك خطورة على الاقتصاد المصري؟ أولا الدين الخارجي هو أعلن البنك المركزي أنه هو 88 مليار في شهر مارس، لكن بناء على حساباتي هو الآن ما بين 92 مليار لحوالي 96 مليار بناء على طريقة الحساب. وطبعا ده مؤشر واضح إلى استمرار ارتفاع الدين العام الخارجي، وطبعا أن طبعا قلنا أنا منه بالعملة الصعبة وزيادة الفوائد. المشكلة بنظام عبد الفتاح السيسي أنه نظام اقتراضي وليس نظام انتاجي. هو دائما نجد أن الأخبار الكبرى التي يحتفلون بها هي اقترضنا 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 ولم نرى انتجنا انتجنا انتجنا، وطبعا زياده هذا الدين العام الخارجي وبالاضافه للدين العام الداخلي يعبئ يعني ظهر الدوله بفوائد ضخمه جدا قد لا تستطيع السداد بها في المستقبل. حضرتك العام الماضي كانت مصر تدفع يوميا ما يعادل مليار جنيه فوائد يوميا. هذا العام الذي نحن فيه الآن الفوائد اليومية للدين العام المصري تعدت مليار ونصف جنيه مصري يوميا. طبعا دي أرقام مهولة جدا. يتوقع مع استمرار حجم الاقتراض ومع استمرار جدولة الديون لدول الخليج وعدم دفعها في الوقت المتفق عليه سابقا ان يصل، لكن ما الذي يدفع الحكومه المصريه العام الماضي الى العام القادم الى 2 مليار جنيه في اليوم فوائد؟ طيب استاذ محمد، ما الذي يدفع الحكومه المصريه على ذلك؟ الشيء الاول هو عجز الميزانيه المستمر، وعجز الميزانيه له اسباب كثيره، احد الاسباب الرئيسيه هي تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد ومنافستها للقطاع الخاص في كل المجالات من المجالات الانتاجية والمجال المالي. يعني حضرتك الشركات المصرية الخاصة تتنافس مع المؤسسة العسكرية على الحصول على قروض من البنوك المصرية، وطبعا البنوك المصرية تفضل أنها تقرض المؤسسة العسكرية أو تقرض الحكومة ولا تقرض القطاع الخاص، فده كله يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات، وإذا تراجعت أرباح الشركات تتراجع التحصيلات الضريبية، وإذا تراجعت التحصيلات الضريبية يكون هناك عجز في الموازنة، فالمسألة مزمنة. الشيء الآخر طبعا هو توسع السيسي فيما أحب أسميه المشاريع الفنكوش أو مشاريع المرة الواحدة، العاصمة الإدارية والمليون فدان ونفس الشيء التفريع اتحاد السويس وخلافه، وهي مشاريع ليست مشاريع إنتاجية ولا تحقق دخل وأرباح في المستقبل يمكنها أن يحقق ضرائب تساعد على تخفيض عجز الميزانية. المسألة مزمنة ومستمرة. طيب، المسألة مزمنة ومستمرة، هذا الكلام ربما قاله قبل ذلك عبد الفتاح السيسي، إلى أي مدى يناقض السيسي نفسه عندما يتحدث عن ضرورة وقف الاستعانة بالخارج لحل الأزمات الاقتصادية في ظل الاستمرار في الاقتراض بهذا الشكل الغير مسبوق؟ هو لن يستطيع أن يوقف الاعتماد على القروض سواء الخارجية ولا الداخلية إلا إذا تحركت عجلة الإنتاج في مصر، أن يكون هناك إنتاج قوي محلي سواء كان تصدير
أو سياحة أو خدمات مالية أو خدمات تكنولوجية وخلافه عن طريق القطاع الخاص تؤدي إلى ارتفاع الأرباح للقطاع الخاص حتى يقوم بسداد الضرائب. لكن إذا كانت هناك كل السياسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة تحارب القطاع الخاص وتعرقل القطاع الخاص بالقوانين واللوائح والضرائب الكبيرة، لن يستطيع القطاع الخاص أن ينافس وأن يقوم بالإنتاج حتى يدفع ضرائب. يعني تفكير السيسي الاقتصادي هو تفكير يعني ساذج جدا جدا جدا، ويبتعد تماما عن أي يعني فنون اقتصادية صحيحة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العقدة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.